سيادنا، هو واحد السلام عليكم، وانتم كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير. واش دن نشط المشط؟ ايوا نبداو على بركه الله. حلقه نشط ومش نشط يا سلام. هذا واحد الراجل مشى يسجل ولده في المدرسه، دخل نعم سيدي عند المدير، وهو يقول للمدير ايوا يا سيدي بشحال كتسجلوا الدري؟ رد عليه المدير الخلاص ديال المدرسة 40,000 ريال، والترونسبور 10,000 ريال. وهو ديك الراجل يرد على المدير وقال له صافي يا سعادة المدير، سجلوا لي غا في ترونسبور بركة. البارح نعم سيدي كان الانترنت ثقيل، وصاحبي الجلالي صافت لي واحد التصويرة، عييت من نبرك عليها باش تقرا والو، ما بغاتش تيلي شارجا. وباش ما نخليلوش نعم سيدي في، قلت اجي نجاوبو عليها على ما تقرا. جاوبته وقلت ليه وراك منور السجل، تبارك الله جيتي غزال. ايه واش غنقول لكم يا خوتي، واحد الساعه ديال المكانه وهي تقرا التصويره، ملي مشيت شفتها لقيت التصويره ديال حمار. اش غنقول لكم الخوت، والله ما قصدتها، جات غير هكاك عفويه، راه قال لك من البارح وهو يقلب عليا غير الله يحضر السلامه. منين كتمشي عند الدكتور ديال القلب، اول حاجه كيسولك عليها كيقول لك واش مزوج؟ اش غادي نقول لكم اخوتي، وتبارك الله عليهم هاد الاطباء ديال القلب، وكيمشيو للمرض نيشان. هذا نعم سيدي واحد البخيل سقران، جا عند ولدو قال له بابا بابا عافاك بابا الا ما عطيني شي درهم. جا نعم سيدي الاب وجبد ميا الدرهم وعطاها لولدو قال له هاكا ولدي خد من هاد درهم ورد ليا 99 درهم. قال ليه ولدو صافي الواليد كون هاني، حسب داك 99 درهم في جيبك. مشى نعم سيدي خرج، داك الدري هز 99 درهم كلاها وخلى درهم في جيبو، فاش رجع مشى عند باه وعطاها له. شاف فيه باه وهو مخنزير وقال لي هاكا وليدي هاك، شد شد هاد الدرهم شد. رد عليه العفيرت ديال الدري علاش الوالد ياك قلتي لي رد ليا درهم؟ قال له غير شدها وسير شري لي شي ممساحة بها. وهو ولدو يقول له علاش الوالد بغيتي هاد الممساحة؟ رد عليه باه باش نمحي يماك من الحالة مدنية. هذا نعم سيدي واحد مشى بغى باش يشري واحد الببغاء، مشى نعم سيدي للسوق وهو يلقى ببغاء واحد اللي كاين في السوق، ومسكين عرج ومهرس من رجليه. ما علينا يا سيدي، زاد لعند مولاه وقال ليه اب شحال هاد الببغاء اسيدي؟ رد عليه مولاه هذا كنبيعو ويانا ب500 درهم. جاوبو الراجل اوه بزاف بزاف على 500 درهم وعرج من الفوق. وهو نعم سيدي الببغاء دار لعند الراجل وشاف فيه وقال ليه امال يماك بغيتي تديني باش نشوت لك البيلانتيات؟ اش غادي نقول لكم اخوتي، الناس اللي كيعرفوني لو كان يعرفوا السميات اللي داير لهم في التليفون ديالي ويلي مي، ماشي غا غيقطعوا معايا العلاقه، ولا كانت شي حاجه اخرى يقطعوها معايا راهم يقطعوها. هذا نعم سيدي واحد البخيل سقران، عنده واحد المحلابة وكان ساكن فيها كيخدم فيها وساكن فيها. ما علينا نعم سيدي، ولدو بات مسكين بلاشة، وهو يقول لبا وا بابا انا راه فيا الجوع. وهو العفريت ديال باه سقران الاخر هز الريدو ديال الكراج ديالو وقال لولدو طلل طلل ولدي وشوف الحوانت كاملين سادين، ما عندي ما ندير لك، سير الله يتبعك البلع، وداك المحلابه اللي ساكن فيها نتايا شنو فيها؟
هذا نعم سيدي واحد جالس هو والزوجة ديالو وبدا كيتغزل بها وكيقول لها كلام جميل ما فيها باس. وداك الزوجة ديالو ودايرة شي 25 عملية تجميل ما علينا، ضر عندها وشف فيها وقال لها اهلا بالقمر الاصطناعي ديالي. هادي نعمة سيدي قنية كانت مريضة مسكينة بزاف وضارها راسها، وهو الفكرون قال لها صافي صافي ما تخافيش انا غنمشي نشري لك الدواء ونجي. صافي نعمة سيدي القنية جلسات مسكينة كتسنى ساعة ساعتين حتى عادها النعاس. الغد ليه منين ضربتها الفيقة الفكرون كان باقي مرجعش، ناضت وطلت عليه من الشرجم ولقاتو مازال قدام الباب. وقالت ليه ايوا طلق راسك يا الفقرو انا اللي مكلخه معوله عليك. دار هو معصب وخنزر فيها وقال ليها شوفي يا غادي تحترمي راسك اولا صافي ما بقيتش غادي نجيب لك هاد الدواء. هو نعم سيدي كيبغي الشعر ديالها الطويل وهي كتبغي الحياة ديالو الجميلة. ايوا نعم سيدي هاد قصة الحب وهاد العلاقة الجميلة بيناتكم راه الحلاق يقدر ينهيها في دقيقة. ايوا حاولوا تبغيو شي حاجة اخرى. هذا واحد ركب في واحد الطاكسي ومشى ده البلاصة فين غادي، منين جا باش يخلصو جاتو 196 ريال بالحساب. وهو ديك الراجل عطر مول الطاكسي 200 ريال وقال ليه يورد لي الصرف. مول الطاكسي دارو شاف فيه قال له سيدي انا ما عنديش منين نجيب لك هاد 4 ريال. وهو ديك الراجل يقول ليه ما عندكش باش تردها لي؟ ايه ماشي مشكل صرفها لي كلاكسونات. لطيف السلامة المهم ما يسمحش فيها. المصائب ديال المرأة ثلاثة، الوزن ديالها والعمر ديالها ووحدة لابسة نفس اللبسة ديالها بالضبط. شتي جوج الوالا نقدروا ندوزوهم ولكن الثالثة مصيبة وماشي غير مصيبة راه كارثة ولا لقاتها.